بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا نتابع موضوع الحاكمية كما فهمها السابقون وكما فهمها المعاصرون، وماذا أضيف إلى فهم الحاكمية وما يتفرع عنه من مسائل وقضايا. بداية نرحب كالعادة بضيف البرنامج الكاتب والمفكر الإسلامي الباحث الدكتور محمد شحرور. أهلا بك دكتور. يا ميت أهلا وسهلا. سلامات. دكتور، حدثتنا في الحلقة السابقة عن مفهوم الحاكمية عند الخوارج، ثم عند أبي الأعلى المودودي، ثم عند سيد قطب، ووقفت عند أبو القاسم حاج حمد، وقلت أنه قدم مفهوما جديدا للحاكمية في كتابه الحاكمية. هل أبو القاسم حاج حمد أضاف شيئا أو رأى الموضوع رؤية مختلفة من زاوية مختلفة، أم أين لفت انتباهك أبو القاسم حاج حمد في مسألة الحاكمية؟ أبو القاسم حاج حمد في قصص القرآن بالشكل العام شرح الحاكمية بمفهوم المعجزات، مفهوم القصص القرآني شرح حاكمية الله كما ذكرت، الحاكمية الإلهية المباشرة، ولكن هذا كله مقام الربوبية. ما العلاقة بين القصص القرآني والحاكمية؟ الحاكمية لأنه عم يحكي كله بقصة موسى، عم يقول الحاكمية الإلهية المباشرة مع موسى ومع بني إسرائيل. نعم. والله سبحانه فضل بني إسرائيل في هذا بالذات. نعم. ثم الحاكمية الخلافة، وفي حاكمية الخلافة أكد على ثلاثة أمور، أنه في داود وسليمان أولا لم يعصم، مع أن خلفاء الله في الأرض وعطاهم كل هذه الإمكانيات، لم يعصمهم من الخطأ، كانوا غير معصومين، لقوله تعالى قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيا وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك أخوك بسؤاله نعجتك ألي نعجة، إلى قولي يقررك يا وأنا فلط. اثنين، وداود وسليمان إذ يحكماني في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم ففهمنا سليمان، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان. ثلاثة، هناك من هو إمكانياته أحسن منهم، قال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فهمت من هذه الآيات الكريمة أنهم غير معصومين؟ بالضبط، عندي أقول وغير معصومين وعندهم مو كمال المعرفة عن الهدوء، فما كث غير بعدين وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ. منما أن يقين لم يكن علمهم مطلقا وليس غير معصومين، وأكد على هذا. نعم. ولا غير معصوم من الخطأ، يعني لم ترد كلمة الخطأ ولا إلا لقد ظلمك. نعم. إيه نعم، وطريق غلط وخرف أكيعا وأنا كان غلطا. نعم. فالحاكمية البشرية الإنسانية في الرسالة المحمدية كمان نزع الأسر والأغلال فقط، مع نزع الأسر والأغلال وشظف العيش بينما هناك رغد العيش، شظف العيش وكل، والتدخل الإلهي غير مباشر. إزالة الآثار والأغلال عنهم، تقصد تخفيف الشرائع المتشددة. أهلا، نشوف رحية الأسر والأغلال. الآن نأتي إلى الحاكمية في الرسالة المحمدية، كيف نفهم الحاكمية في الرسالة المحمدية نفسها؟ الحاكمية في الرسالة المحمدية، نعم، يعني عندنا نحن المسلمين. نعم، نحن المسلمون المؤمنون في كل في مذاهبنا وأطيافنا كلها على الإطلاق نقر بثلاثة أمور. نقر أولا بقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صحيح، بكل أطيافنا آمنا به كل من عند ربنا. لا، الرحمة، أقول أنه رسالته رحمة، أرسل رحمة للعالمين. اثنين، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، كل المؤمنين بيقروا فيها. نعم، يتابع الآن الإخوة المشاهدون دكتور على الشاشة الداخلية
التشعب الذي قمت بوضعه، الرحمة والخاتمية والعالمية. لا، أنت أتيت بالآيات التي تشير إلى هذول، والذي لا يتضارب به معك، لا يعني كل أتباع الرسالة المحمدية بغض النظر عن مذاهبهم يقرون بهذا، يؤمنون بهذه الخصائص وهذه الصفات، أن الرحمة للعالمين ورسالته ما فيها أسرها العالم. بالتأكيد، لأن الشاهد القرآني واضح جدا في الآيات الكريمة. نعم. اثنين، يؤمنون بأنه الخاتم. نعم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. كمان ما في أحد من أتباع الرسالة إلا بيؤمن بالخاتم العالمية الخاتمية. نعم. الرحمة الخاتمية العالمية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. نعم. ديننا كافة. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمين الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا كان أنا أريد أن أقول لكل من غيور على هذا الدين وهذا الرسالة، أروني أين هي الرحمة الآن وأين هي العالمية. العالمية أنا أقصد العالم، العالم العالم. نعم نعم. من اليابان للوس أنجلوس الشمولية الإنسانية الشمولية العالمية طبعا طبعا. وليش خاتم؟ الحمد لله رب العالمين. نعم. رحمة للعالمين. وليش خاتم؟ يعني وش معنى انه ما عاد في رسول؟ نعم. يعني شو صار؟ ستوضح لنا الان هذه يعني شو صار الخصائص رسول؟ الثلاثة. لماذا ختمت الرسالة؟ أين الرحمة؟ أين العالمية؟ نعم. لنأخذ الرسول بعث سنة 610 ميلادي. نعم صلى الله عليه وسلم. أي سنة؟ سنة 610. وبين بعثته الآن ونحن الآن ب 2010 يعني صار له مبعوث 1400 سنة بالضبط. نعم. شوين؟ طيب قديش كان في حضارات قبله؟ ما في شك كانت الحضارة الأوروبية يعني اليونانية والرومانية لا أعطيك مثال، حمورابي 2000 قبل الميلاد 1900 والرسول أعظم 600 بعد الميلاد، يعني في بيناتهم 2500 سنة 2600 سنة وبين الرسول أعظم وبيننا 1400. نعم. يعني بين الرسول بين موسى والرسول العظام أكثر من بيننا بين الرسول العظام وبيننا عليه الصلاة والسلام. نعم. المسافة الزمنية الفاصلة عن موسى عليه السلام كلها كانت قبله أكبر من المسافة الزمنية التي تفصلنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك من يقول نحن ما بنحسن نشوف الرحمة إلا لنقارن. طيب شو الرحمة؟ يعني شو الشيء اللي مو رحمة كان واعتبر حتى نشوف انه هذا الرحمة. صح. منشوف ناخذ اول شيء اول شريعة متكاملة يقولون عنها ان هناك شرائع يا اخي قبل الشريعة المحمدية وقبل موسى كذا هي شريعة حمورابي. بعض المشككين وبعض ذوي الشبهات يقولون ان هناك تلاقح في الشرائع وهذه موجودة عند حمورابي وهذه موجودة عند الفراعنة وهذه نعم ما نحن ما عندنا مانع. الإنسان الواثق من نفسه لازم يقرأ ويقارن ما بصير نهرب. الآن نأخذ شريعة حمورابي. قلت أن الذاكرة الإنسانية في حلقة سابقة لا يمكن أن تمحى. لا يمكن أن الذاكرة الإنسانية تدخل دائرة النسيان. الوعي الجمعي لا يمكن أن يروح. شريعة حمورابي اللي وقع بين إيدي فيها 282 بند تشريعي. الله أكبر. موجودين. هاي وضعها حمورابي. نعم. وسنة 1900 قبل الميلاد. هذه الشريعة فيها 17 عقوبة جسدية. عقوبة جسدية. يعني ألح عين وقطع أذن وجدع أنف وقطع إيد، هاي العقوبة الجسدية. و36 عقوبة إعدام. الله أكبر. في شريعة حمورابي 36 عقوبة إعدام. ما في أنا بدي القارئ يسمعون إنه حتى يعرف شو كان فيه قبل. المشاهد يعني. المشاهد يسمعون إنه شو يعني رحمة للعالمين. كيف وصلنا إلى دين اليسر يعني ودين الرحمة. كيف الرسالة العالمية الرسالة محمد إنه هاي عالمية حتى تشوف شو لغة. إذن لا تقتصر على بر الوالدين وبعض القضايا والتسامح. هناك إلغاء لعقوبات إعدام كثيرة جدا جدا وردت في الشرائع القديمة ولو كانت وضعية. هلأ
العقوبات الجسدية رح بدي اذكرهم لو اخذت حلقة كاملة. نعم نعم عند حمورابي. عند حمورابي نعم. العقوبات الجسدية عند حمورابي. اذا الراهبة الكاهنة التي هي ليست مقيمة في الدير فتحت خمارة او دخلت خمارة من اجل الجعة البيرة يعني. نعم. تلك السيدة يكونها بقوة بالنار. ايوه هي. اثنين اذا سيد رفع اصبعها بالتشهير على كاهنة او زوجة سيد ولم يثبت التهمة هذا السيد يجلدونها امام القضاة ويحلق له نصف شعر رأسه. يعني العقوبات الجسدية المخففة ايضا. عم بيكي عقوبات جسدية. نعم. اذا زوجة سيد بسبب ذكر ثاني رفع اصبع عليها بالاتهام لكن لم تضبط في اتجاه مع ذكر ثاني من اجل زوجها تخوض النهر في الاختبار. رمي ما يشبه عندنا رمي المحصنة. تخوض النهر في الاختبار. شو المقصود؟ هي العقوبة. هي العقوبة بالمناسبة ضلت في انجلترا. يعني لا تنسى انه دول تانية كانت حتى العصور الوسطى نعم. وقت بدهم يعاقبوا السحر. السحر الساحرات او شو يسوى بيزتوها بالنهار. بيزتوها بالنهار اذا نفدت اما ان تنجو واما ان تموت. اذا نجت معناتها التهمة سابتة عليها بيتوها تقتل ايضا معناتها سبتت التهمة انه سحر. نعم نعم. انه قدرت نفدت ولو حمد. ماتت وماتت ماتت خلاص راح. الله اكبر. اذا سيد هتك ستر ابنته ذلك السيد يفونه من المدينة. إذا ابن عضو الحاشي المتبنى أو ابن الراهب المتبنى قال إلى الأب مربي أو الأم مربية لست أبي أنت لست أمي أنت يقطعون لسانه. قطع حسي قطع مادي لسانه. الله أكبر. إذا ابن عضو الحاشي المتبنى أو ابن الراهب المتبنى عرف بيت أبيه وزر الأب مربيه والأم مربيته وذهب إلى بيت أبيه ينسخون عينه يعني بلعوا عينه العين. إذا أعطى سيد ابنه إلى مرضعة وذلك الابن مات في يد المرضعة وإذا كانت مرضعة قد تعاقدت بلا موافقة أبيه وأمي على إرضاء ابن آخر يدينونها ويسبب أنها وبسبب أنها تعاقدت بلا موافقة أبيه وأمه على إرضاء ابن ثاني يقطعون ثدييها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي عقوبات حمورابي. نعم. إذا ضرب ابن أباه يقطعون الذراع. ضرب ابن اذا الابن ضرب الابن اباه بيقطعوا ايده. نعم. اذا اختبط السيد عين ابن سيد يخبطون عينه. اذا كسر سيد عظمة سيد يكسرون عظمته. اذا اوقع سيد سن سيد يوقعون سنه. اذا ضرب سيد وجنة السيد الذي هو اكبر منه يضرب في المجمع 60 جلده بصوت صور. هل المقصود بسيد الاسياد والعبيد؟ نعم. الاسياد والعبيد. نعم. إذا ضرب عبد سيد وجنة ابن سيد يقطعون أذنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقط عيون وقطع آذان وألسن. إذا أجرى آسي جراحة كبرى يعني صار في جراحة بيوضع البرونز على سيد وأمات السيد أو فتحة بيوضع البرونز صدغ سيد واختبط عين السيد يعني هذا على عينه يقطعون ذراعه. إذا حلق حلاق خصلة عبد ليس له بلا موافقة صاحب العبد يقطعون ذراع ذلك الحلاق. وإذا لم يكن قادرا على التجاوب مع مسؤوليته يسحلونه في ذلك الحقل بالأبقار. سحل. إذن أي خطأ يعرض إذا الإنسان؟ قال عبد لسيدي لست سيدي أنت سيده يثبته باعتبار عبده ويقطع أذنه. عبودية الناس للناس والعياذ بالله. هي 16 عقوبة جسدية. نعم. الإعدام. عقوبات الإعدام. نعم. سنتابع معك دكتور بعد توقف قصير مع الفاصل. أعزائي المشاهدين نتوقف مع فاصل قصير ونعود إلى حوارنا مع الدكتور محمد شحرور. ابقوا معنا. نحييكم مجددا أعزائي المشاهدين ونتابع ما بدأناه في القسم الأول من الحلقة حول العقوبات في شريعة حمورابي كيف كانت قاسية
وكانت تتضمن فقع العيون وقطع الآذان وقطع أعضاء الإنسان لأدنى خطأ ولأدنى سبب. ووصلنا مع الدكتور إلى سرد العقوبات التي تستوجب الإعدام عند حمورابي. 36 واحد 36 مرة. نعم 36 عقوبة إعدام فيها خازو وفيها عدم وفيها غرق وفيها حرق. 36 جريمة أو سبب أو خطأ يستدعي إزهاق الروح. نعم إزهاق النفس. وأنواع الإزهاق في وحدة خازو. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا إذا الراهبة الكاهنة التي هي ليست مقيمة في الدير. أنا آسف. لا هذا الإعدام. ربما الإعدام. 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 نعم. إذا اتهم سيد سيدا وأقام عليه دعوى قتل، يعني إذا واحد اتهم بدعوى نعم ولم يدين، يعني ما ثبت أنه هو قاتل، متهم هو عليه مجرد الشبهة، شبهة قتل لم تثبت. إذا أنا متهم آخر وما ثبت عليه التهمي أنا متهم، يعدم صاحب الذي أطلق الشبهة. نعم. إذا أقام سيد دعوى سحر على سيد ولم يدن، الذي عليه دعوة السحر مقام يذهب إلى النار، النار يغمر المتهم بالفعل، فإذا النار غلبه ومتهمه يستولي على بيته، إذا ذلك السيد راه النار حقا وسلم بالفعل ينعدم الذي أقام دعوة السحر، الذي غمر النار جسمه يستولي على البيت متهم. هنا إذا واحد نفت من النهار بياخذ بيتها اللي يتهمه كمان، هي بنزلت فيها بالنار. هي بأوروبا ظلت قوانين غريبة وشرائع وضعية غريبة جدا. يعني إذا أدلى سيد في قضية بشهادة زور ولم يثبت الكلمة التي نطقها في قضية بشهادة زور ولم يثبت الكلمة التي نطقها بها، إذا تلك القضية إذا كانت تلك القضية قضية حياة ذلك السيد ينعدم بدون براهين وقرائن فورا يعدم. إذا سرق سيد ثروة الإله أو القصر، ثروة الإله أو القصر المعبد يعني، هذا السيد ينعدم، والذي تسلم السرقة من قبضته ينعدم، كل من شارك فيه السلسلة. إذا اشترى سيد إما فضة أو ذهبا أو عبدا أو أما أو ثورا أو خلوفا أو حمارا أو أي ما كان له اسم من يد ابن سيد أو عبد سيد بلا شهود أو عقود أو تسلم على سبيل الأمانات، هذا السيد سراق يعدم. تشوفون قديش القسوه، لا القسوه في الطبقيه. اذا سرق سيد اما ثورا او خروفا او حمارا او خنزيرا او قاربا، اذا كان المسروق للاله او اذا كان للقصر يدفع السارق لغايه 30 ضعفا له، اذا كان المسروق لمسكين من عامه الناس يعوض السارق لغايه 10 امثاله، اذا كان اللص لا يملك ما يكفي الدفع ينعدم. الله أكبر، استبدال الغرامة بإعدام. نعم. إذا كان السيد التي له أشياء مفقودة ضبطت أشياء المفقودة في قبضة سيد آخر، السيد أجزي المفقود المنضبط في قبضتي، قال باع لي وأنا أمام الشهود اشتريت، وصاحب المفقود قال لأجلبن الشهود العارفين لمفقوداتي. إذا جلب الشهود المدعي بنعدم، إذا ما جلب الشهود السارق بنعدم. على الحالتين هناك أحد أعمال الإعدام. إذا صاحب المفقود لم يجلب الشهود العارفين مفقوده فإنك كاذب ادعى كيدا ينعدم. إذا خطف سيد ابن سيد صغيرا ينعدم. إذا أخرج السيد من البوابة إما عبد القصر أو أمة القصر أو عبد مسكين أو أبنته مسكين ينعدم. إذا آوى سيد في بيتي إما عبدا أو أما هاربا يخص القصر أو مسكين ولم يخرج إياه لصيحة المنادي، صاحب ذلك البيت ينعدم. إذا ذلك العبد احتجزه السيد الذي ضبطه في بيته فيما بعد ضبط العبد في قبضته، ذلك السيد ينعدم. إذا سقب السيد بيتا يعدمونه أمام ذلك السقب ويلجونه فيه. إذا سيد سلب سلبا وضبط ذلك السيد ينعدم. إذا اندلعت النار في بيت سيد والسيد الذي ذهب للإطفاء وضع عينه على متاع صاحب البيت والتقط متاع صاحب البيت، هذا السيد يغزف إلى تلك النار. القسوة والشدة تتضح بكل بند من بنود حمورابي. في شريعة حمورابي 36 حالة إعدام. نعم.
شوف، إذا الجندي النظامي أو المتطوع الذي معلن ذهابه إلى حملة الملك يعني تجنيد إجباري، نعم، لم يذهب أو أجر أجيرا، يعني ما ذهب بعد واحد التخلف عن الجندية أو إنابة، وبعد بديلا إنابة، سواء هذا الجندي النظامي أو المتطوع ينعدم. دكتور، لم نلحظ أي وجود للسجن، لا، كله إعدام 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 إعدام. حتى إذا ضابط أو ضابط صف إذا جاب عسكري هربان وأخذ منه مصاري بيعدم. كمان استولى على متاع جندي نظامي ضابط ينعدم إعدام. إذا لم تتسلم صانع الجعة حبوبا عن ثمن الجعة ولكن تسلم فضة بموجب حجر وزن كبير وقلل قيمة الجعة، الغش يعني، الغش قيمة الجعة بالنسبة إلى قيمة الحبوب، صانع الجعة هذه يدونها وإلى الماء يرمونها غرق. إذا صانع الجعة تجمع مجرمين في بيتها ولم تضبط ولم تقود أولئك المجرمين إلى القصر، صانع الجعة إيواء مجرم. نعم. إذا الرهينة ماتت في بيت مرتهينها بالضرب أو التعذيب، صاحب الرهينة يدين تاجره، وإذا الرهينة كان ابن السيد يعدمون ابنه، إذا الرهينة كان عبد السيد على التاجر أن يزن سلس من الفضة ويخسر أي شيء من كل ما أعطى. نلاحظ في هذا البند وجود رهائن بشرية. نعم. رهن كالرهن العقاري يعني، لكن رهن إنساني. شوف، إذا زوجة سيد انضبطت في اتجاه مع ذكر ثاني يقيدونهما ويرمونهما في الماء، هن مربطين. نعم. إذا صاحب الزوجة قرر أن يحفظ حياة زوجته له الحق، يمكنه أن يعفو عنها. هذه هي الآثار والأزلال. إذا سيد الاغتصاب، إذا سيد أخذ زوج سيد آخر التي هي ما عرفت ذكرا يعني، يعني ما زالت ولا تزال مقيمة في بيت أبيها، كبلها واضطجع في حضنها وضبطوه، ذلك السيد ينعدم ويطلق سلاح ذلك المرأة الاغتصاب يعني. نعم، كلها الآن بفصل الزنا والفواحش والعياذ بالله، إعدام 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 على الماشي. هلا إذا كان زوجي، إذا احتج السيد وفي بيتي يوجد ما يكفي للأكل، على زوجتي طوال ما زوجها محجوز أن تصون جسدها ولا تدخل إلى بيت شخص ثاني. إذا تلك المرأة لم تصون جسدها ودخلت إلى بيت شخص ثاني، تلك المرأة يدينونها ويرمونها إلى الماء أيضا إعدام. إذا هي غير مصونة متغيبة تشتت بيتها وتستصغر زوجها، تلك المرأة يرمونها في الماء لينشوز عنها. لا. إذا تسبب زوجة سيد بسبب ذكر ثاني بقتل زوجها، تلك المرأة يضعونها على الخازوق، هي إعدام الخازوق هون. نعم. في واحد، إذا تسببت زوجة سيد بسبب ذكر ثاني بقتل زوجها، تلك المرأة يضعونها على الخازوق. إذا اختار السيد كنة إلى ابنته، إلى ابنه، مرت ابنه وابنه خبيرها، بعد إذن هو اضطجع في حضنها وضبوه، ذلك السيد يقيدونه ويرمونه إلى الله. نعم، نكاح المحارم والعياذ بالله. إذا السيد بعد وفاة أبيه اضطجع في حضن أمه يحرقونهما كلاهما. إذا ضرب السيد ابن سيد وأسقط جنينها، يجب أن يزنى 10 شقلات فضة تعويض عن جنينها. إذا تلك المرأة ماتت يقتلون ابنتها. إذا سيد ضحض حلاقا فحلق خصلة عبد ليس له، ذلك السيد يعدمونه ويضعونه في بابه الحلاق، يجب أن يقسم لب أحلق عن ألم ويطلق صرحه. كانت هذه الفقرة يمكن مرت في العقوبات الجسدية في قطع اليد. تفضل. نعم. إذا شيد بناء بيتا لسيد لكن لم يقوي عمله فانهار البيت الذي شيد وتسبب في موت صاحب البيت، ذلك البناء ينعدم. سبحان الله، بعض هذه الأخطاء ما زال مستمرا. إذا تسبب في موت ابن صاحب البيت يعدمون ابن ذلك البناء. نعم. بعدين اجت ولا تزر وازر وزر اخر، حتى ليش اجت الامور؟ كان الحس الفطري يعني كان يشعره بالجرائم، ولكن وضع حمورابي شرائع قاسيه متشدده بمنتهى القسوه. هلا بدي اجي لهون. اذا 36 بند، 36 عمل وتصرف خاطئ يستدعي عقوبه الاعدام عند حمورابي، شريعه متشدده جدا وقاسيه على الانسان. ليش بدي احكي شغله كثير مهمه؟ لانه في كثير وقت بدهم يحكوا على الشريعه المحمديه، انه يا اخي في شرائع من باب المزاوده، انه في شريعه حمورابي قبل الشريعه، في 200
هن بيقال 312، أنا اللي شفتهم 282. بال 282 بند اللي شفتهم فيهم 36 إعدام وعقوبات جزائية 17 تقريبا الخمسة. نعم. ف إيه تبا يعني كمان في أمر يدعو إلى الأسى، إنه حمورابي ما بين النهرين موجود. نعم حضرته. إذا 2000 قبل الميلاد، طيب 2000 بعد الميلاد كتير فارقة كانت زمنيا تقصد ولا؟ لا زمنيا 4000. لا القوانين مفهوم العقوبات كيف كان يعاقبوا؟ طبعا فارقة كتير. طبعا طبعا في المنطقة عم بحكي أنا مو في العالم. لا أنا أقصد شريعة الرحمة، شريعة الإسلام. أنا ما عم بحكي على شريعة الإسلام، عم بحكي أنا على مسب الدين الآن. يعني لم يعرف معنى التوبة، لم يعرف معنى التأديب، لم يعرف معنى الصفح، معنى التسامح. عندما قال رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ما يقول عم يزاود علينا تبارك يعني. الله يعني أنا بتسأله للناس أنه رب العالمين زاود علينا، رب العالمين جل وعلا أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أزال كل هذه الأخطار والقيود المحدقة بالبشر. شوف التقدم شوي شوي. شريعة موسى اجت بعد حمورابي بشوي مو بكثير. نعم. لكنها شريعة سماوية. نعم. يجب ان تكون اخف وطأة بكثير. مو بكثير بس لانه مو بعيدة عنا. بشريعة موسى 4 عقوبات جسدية و19 عقوبة اعدام. ايضا بقي الاعدام مستمرا على اكثر. انا عم بحكي على شريعة موسى. من سبب. نعم نعم مش ماشي الحال. نعم. يعني هلا اذا بدي اقول لهم لليهود ومن يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يعني كنت طبوا 19 عقوبه اعدام وموجوده بالسفر التثنيه اشتراها فيها لولا ان شريعه الاسلام نسخت ما قبلها بالعرف الاسلامي يعني بايماننا. وهذا نحن. يبرهن ان علم الناسخ والمنسوخ كما ورد في كتب الفقه ليس اكثر من وهم كله من أوله إلى آخره وهم. أنت من الذين لا لا أقول نعم لا يقرون النسخ لا يعني. لا أو مو هدول مو كتاب موسى هذا حكي فيه صحيح. طب وشرعه؟ لكن مباشرة يقول لك قائل شريعة سماوية نسخت شريعة وضعية وضعها إنسان يعني. لا شريعة محمد نسخت شريعة موسى ولا لا؟ نعم صحيح. طب هذا النسخ نعم فيها خير منها. فيها فيها انساء وفيها ابقاء وفيها زياده او فيها زياده. نعم يعني الان مفهوم الناسخ والمنسوخ واضح صار بين الشرائع وليس بين الايات. نعم مفهوم صار. وانه الاتجاه نحو ايش؟ نحو التخفيف نحو والرحمه. نعم. والانسانيه ماشيه هلا هيك. بدي اعطيك شريعه موسى عقوبات الجسدية. إذا اتخذ الرجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها ونسب إليها أسباب كلام وأساء عليها اسم الردية وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرة، يعني كانت لسه عذراء. نعم. يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها، وهي نحن بتأثرنا فيها، إلى شيوخ المدينة إلى الباب، يعني فرجون أهل أبوه وأمه علامة العذرية تبعها. يبدو كأن النص يعني نص شارح أو نص وضعي ليس من بين قوسين الكتاب المقدس. لا هذا سفر التثنية 22 بهذه اللغة. أبدا أبدا أنا ما هذا. نعم. إلى الباب ويقول أبو الفتاة للشيوخ أعطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغضها، وها هو قد جعل أسباب كلام قائلا لم أجد لبنتك عذرة وهذه علامة عذرة ابنتي، ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة، فيأخذ شيوخ تلك المدينة الرجل يؤدبونه ويغرمونه بماء من الفضة ويعطونه لأبي الفتاة لأنه أشاع اسم الرديع عن عذراء من إسرائيل، فتلقون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. أول قضية إذا أنت تتعلق بالمرأة وقضية زوجية نحن متأثرنا فيها أنه بيرسوا الأب والأب عذرية البنت، هي نحن متأثرين فيها. نعم. الثانية سامي. لا تشفق عينك نفس بنفس عين بعين سن بسن يد بيد رجل برجل.
عقوبة الله مثال أكبر، هذه مطابقة كسر بكسر وعين بعين وسن بسن كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه عيب، عيب اللاويين. هذه ذكرها القرآن وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والسن. نعم. إذا كانت خصومة بين أناس تقدموا إلى القضاء ليقضي القضاة بينهم فليبرروا البار ويحكموا على المجزم، فإن كان المجزم مستوجب الضرب يضربه يطرحه القاضي ويجلدونه أمامه على قدر ذنبه بالعدد 40 جلدة، لا يزد إلا إذا زاد جلده هذه ضربات كثيرة. إذا تخاصم الرجلان رجل وأخوه، إذا تخاصم الرجلان زوجه وأخوه وتقدمت امرأة أحدهما لكي تخلص رجله من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بعورته، يعني هذه الحالة الغريبة. لا هي أبدا، هناك مشاجرة بالتثنية فاقطع يدها. نعم. ولا تشفق عينيك، يعني لأنه مدت يدها على عورتها. نعم. هذه عقوبات جسدية في شريعة موسى عليه السلام، عقوبات الإعدام، تهمة السحر. هلأ الإعدام، نحن سنذكر عقوبات الإعدام. نتريث قليلا دكتور لو سمحت ونبقى مع فاصل قصير. أعزائي المشاهدين سنواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. نحييكم من جديد مشاهدينا الأعزاء ونتابع الاستماع إلى الدكتور محمد شحرور في حلقة الحاكمية الجزء الثاني، وكان قد سرد لنا بعض العقوبات الجسدية الواردة في شريعة حمورابي ثم في شريعة موسى عليه السلام العقوبات الجسدية، ووصل عند عقوبات الإعدام في شريعة موسى عليه السلام. تفضل دكتور. العقوبات التي تستوجب الإعدام، العقوبات التي تستوجب الإعدام في الشريعة اليهودية وفق المرجع الذي تقرأ منه، إذا كان في رجل أو امرأة جان يعني أو تابعة بيقول لك ملبوس. نعم. فإنه يقتل بالحجارة يرسمونه دمه عليه، أي باللاويين. يقتل المبتلى أم يقتل الجن؟ يقتل اللي الملبوس. شهادة الزور، تشوف شريعة الرسول العظم هون شهادة الزور فيها إعدام. عنا شهادة الزور شو فيها ولا شيء، لكن هي من وصايا المحرمات. حنأتي ليش هتأتي ليش بنقول إنه نحن عم نحكي في الحقيقة. هون شو في بشريعة موسى، شو في عنا نوع من المقارنة. نعم. ما بس من نبرر انه ليش هو راح. نحن نسير في 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 اثبات الرحمة في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. شهادة الزور، اذا قام شاهد زور على انسان يشهد عليه بزيغ، يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة امام الرب، امام الرب، امام الكاهن والقضاة الذين يكونون في تلك الايام، فإن فحص القضاة جيدا وإذا شاهد شاهد كاذب قد شاهد بالكذب على أخيه فافعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه. مثل ما مثل حمورابي إنه شهادة الزور، إذا كان أنا عم بشهد إنه آخذ بيتك، إنه بيتك لي، إذا طلعت الشهادة كاذبة تأخذ بيتي أنت. نعم. وإذا شهادة على القتل أنا الشاهد يقتنع. نعم. يعني يفعل فيه تماما الجزاء من جنس العمل، ولكن هنا ليس عمل، هو نعم. ادعاء زورا. عقوبات الزنا وسفاح المحارم، ولكن إذا كان هذا الأمر صحيحا عن العذرة، نعم، لم توجد عذرة للفتاة، يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجموها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها بسفر التثنية 22. وإذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الإسنان، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة فتنزع الشر من إسرائيل. يعني واحدة متجوزة مضطجعة. إذا زنى رجل مع امرأة، فإذا زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل الزاني والزانية، أي باللاويين.
نعم. إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. رجم الزاني طبعا هو الشائع أو المعروف عن الشريعة اليهودية. نعم. ولكن إن وجد لا أكثر من هيك كمان. شوف قديش في حال شوف الشريعة العينية. عنا ذكر مرة واحدة إنه عم يحيي الشريعة الحدودية، أما هون لسعة المجتمع مشخص يعني. نعم. حالات الزنا كذا حالة مفصلة عينا. نعم. مشخص مثل البقرة ما يعني ما. نعم. لو ذبحوا أي بقرة كان مشي الحال. وإذا كانت فزاز عطراد وإذا كانت وإذا وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده، وأما الفتاة فلا يفعل بها شيئا، ليس على الفتاة خطية موت لأنه بعيدة كانت في الحقل ما في. نعم. كانت في عملها. هذا جرائم اغتصاب واعتداء لأن في الحقل وحدها، فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلصها. وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه إن يقتلان كلاهما دمهما عليه ملويين، وإذا اضطجع رجل مع كنته فإنه يقتلان كلاهما قد فعل فاحش دمهما عليهما، وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعل كلاهما رشا إنهما يقتلان دمهما عليهما. تفصيل في عقوبات الفواحش والزنا. نعم. وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رزيلة بالنار يحرقونه هو إياهما. يعني إذا واحد نام مع مرته وحماته. نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم قبل. لا، مرته وحماته، مرته وأمها. إذا اتخذ رجل امرأة وأمها. نعم. فذلك رزيلة بالنار يحرقونه وإياهما هو وإياهم، لكي لا يكون رزيلة. إذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة نكاح البهائم فإنه يقتل والبهيمة كمان تقتل. أنا البهيمة بهيمة. وإذا اقتربت امرأة إلى بهيمة لنزائها تميت المرأة تمات هي والبهيمة، يقتلان كلاهما. وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك عار، يقطعان أمام أعين ابني شعبهما قد كشف عورة أختي يحمل ذنبه. تفصيل وإسهاب في عقوبات الفواحش. لا، في ترجمانات هلا بنفهم كمان في شغله كثير مهمه. وإذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها وريا عرى ينبوعها وكشفت هي ينبوع دميها يقطعان كلاهما من شعبهما. ترجمانات بيقول لك فلان مخصي ومسبوب، هذا هو شو العقوبة. نعم. هي العقوبة نعتبر شو يعني بده إذا كان مخصي أو مسبوب. منين إجت هي؟ إجت من هون. نعم. عورة أخت أمك أو أخت أبيك لا تكشف، إنه قد أحرى قريبته يحملان ذنبهما. وإذا اضطجع رجل مع عمرة عمه فقد كشف عورة عمه يحملان ذنبها يموتان عقيم، يموتان عقيمين. نعم. يعني يا مسبوب أو معصي أو هي نفس الشيء. وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك النجاسة قد كشف عورة أخيه يكونان عقيمين، كمان يصير يساوون عقيمين. فإذا هلأ عقوق القتل. وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل، ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس. من قتل بهيمة يعوض عنها، ومن قتل إنسانا يقتل. إن طربوا بأداة حديفة فهو قاتل، إن القاتل يقتل. قتلوا بحجر، شوف التفصيل اللي إجا إنه بحجر يقتل، بحديد يقتل، وإذا كان دفعوا على الأرض يقتل. وكل من قتل نفسه فعلى فم شهود يقتل القاتل، وشاهد واحد لا يشهد على نفس الموت، ولا تأخذ فدية عن نفس القاتل المذنب للموت. ما في فدية، شوف، بل إنه يقتل. شوف شون عنا طولت كل هالأمور هاي. نعم. من قتل نفسه فعلى سوء يقتل القاتل، وشاهد واحد لا يشهد على نفس الموت. بدي بس أعطيك. نعم. ننتظر حتى تفرغ من لأنه في شغلات كتير مهمة من البنود القاسية في الشرائع القديمة. عقوبة عقوق الوالدين، لأني شاهدت عقوق. إذا كان رجل الابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه وإدباني فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينتي وإلى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينتي ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينتي بالحجارة حتى الموت. حتى الموت. نعم، حتى يموت.
كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل. قد سب أباه أو أمه دمه عليه. ما أسهل القتل. كل نعم. إنسان سب أباه. هلا تعدي على حرمة الإله سب. نعم، لازلنا في تبيان نقيض الرحمة في الشرائع القديمة وكيف آلت البشرية إلى وضع الرحمة بالرسالة المحمدية. هلا هون حتى كمان نشوف هلا كيف بعض هذه الأسر هذه القسوة انتقلت إلى الفقه الإسلامي عن طريق شيء يسمى الحديث. الأغلال قد يكون حكم ظالم ندعه إلى حينه. إنه هون كيف مثاله في شيء عنا مقابله بس مو بالمصحف. القرآن الكريم والرحمة للناس والصفح والتسامح وتحديد العقوبات بحد أعلى. هلأ إذا وجد في وسطك من أحد أبوابك الذي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب إلهك بتجاوز عهدي أو يذهب ويعبد آلية أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء الشيء الذي لم أوصي به وأخبرته وسمعته وفحصته جيدا وإذا الأمر صحيح هذه قد عمل ذلك الرجل في إسرائيل فأخذ ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي يعلق أمر الرجل والرجل في الحسارة حتى الموت. الردي. النتيجة أيضا الموت. لا شفت أنا شو مقابلة من بدل دينه فاقتلوا طلع من دينه هذا رأيك بدل دين إسرائيل هذا رأيك. لا أنا الآن أنا من بدل أنا من عندي جبتها ولا موجودة لا كرواية موجودة طبعا موجود. عم أقول لك هاي مقابلة عنا هي. لا هنا تفصيل فليعبد الشمس أو السماء أو ربا غيره أو كذا لا نسعى لسه هاي مفصوحة أكتر بدل يشوف بدل الدينه تأول إلى القتل بالنتيجة. نعم هل ما بسمع كلام الكاهن والرجل الذي يعمل بالتقيام فلا يسمع للكاهن الواقف هناك يخدم الرب إلهك أو للقاضي يقتل ذلك الرجل فتنزع الشر من إسرائيل. هاد ما يقابل عنا إنكار معلوم من الدين بالضرورة اللي او اخراج عن اجماع الفقهاء انه هون واحد عم يقول لك رجل يسمع للكاهن الواقف هناك يخدم الرب الى اسمح لنا بوقفه قصيره اسمح لنا المقارنه ظالمه قليلا يعني ظالمه لهم مو لنا. الكاهن قد يقابله احد العلماء هل اذا عق التلميذ شيخه هو عالمه يعاقب. أنا قلت لك ما يقابلها عنا ما قلت لك عق عالمه ما يقابل عن ما أجمع عليه أنه معلوم من الدين بالضرورة هذا العلماء حطوه وهذا بيتوا عليه بيتوا عليه هي من القواعد الفقهية. إيه أقول لك هذا يقابل عنا هيك وين المشكلة يعني هذا الأصل يقابل عنه يقابل المعلوم بالضرورة من الدين هذا هو نعم. يقابله وأما النبي الذي يطغى ويتكلم باسمي كلام لم أصيب به أن أتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. لك 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 ما في لا دخان بلا نار. شو رب العالمين قايل عنه بالمصحف؟ اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله كانوا يقتلون النبيين بغير حق. نعم شوف نعم قتلت الأنبياء. نعم شو شو ممكن تعيد لنا البند دكتور السماح؟ شو كانوا يتهمون إنه هدول مو أنبياء يقتلونهم بغير حق. أما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلام لم أوصيه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي هني كان يتهموه أنك تدعي النبوة ولست نبيا فيقتل. نعم كانوا يقتلون النبيين بغير حق هي تماما مقابلة عنا هي شوف يعني ما في دخان بلا نار لكنه في موجودة كانت. نعم هلا شوف تكلم الرب موسى قال اخرج الذي سب الى خارج المحله فيضع جميع السامعين ايديهم على ذلك ويرجموا كل الجماعه وكل بني اسرائيل كل من سب الهه يحمل خطيئته. يعني اللي عم يسب الاله يرجم. نعم وعندنا شو اجيت ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هرتون شو اجيت اعدام رجم وين عند شو عنا اجي عنا ما في عقوبه لا بس قال له لا تسبوا الذين نعم هي نصيحه الهيه فيسبوا الله عدوا بغير علم.
استرقاق شخص إسرائيلي، إذا وجد رجل وقد سرق نفسه من إخوته بني إسرائيل وسرقه وأبعه يموت ذلك السارق فتنزع الجار من وسطك. هلا هدول 14 عقوبة استوجبت ال 19 و4 جسدية و 19 عقوبة. طيب خلينا نشوف نحن الآن. لا حتى في شغلة بدي أفرجيك إياها كثير مهمة ضمن نفس السياق. دكتور معنا دقيقتين لنهاية الحلقة. القانون العائلي مثلا نشوف انه قارن بالعبرية مشان جينا شفناهم العلاقات تقصد الأسرية. الأسرية بالعبرية شفنا قديش فيها دامات بآشور. هلا بحمورابي شفنا 1 2 3 4 5 6 7 أدامات مشان بالأمور الجسدية، والنام رجل مع أمي بعد وفاة أي حقوق إلى يوم بالتواحش والأخطاء. نعم بالآشور بعقوبة الآشورية بآشور القوانين الآشورية يحق للزوج أن يجلد زوجته أو أن يقتلع شعرها أو يشرب أذنها أو يقطع أذنها دون على الترتب على ذلك أي أثر قانوني ودون سبب، دون أن يترتب على ذلك أي أثر. لا قبلها ما في شيء دون أن تخطئ. وين سبحان الله سبحان الله، يعني ما هذه العبودية، ما هذه التملك، هذه قسوة. هذا كله عاشتها المجتمعات القديمة وقبل الرسالة المحمدية. قبل الرسالة المحمدية وفي نفس المنطقة حتى تعرف نحن ورب العالمين قال سورة الأنبياء. نعم. سورة الأنبياء عزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العظيم. نشوف وين المصداقية. طيب عم تقول لي صدق وين صدق هون؟ تعال نشوف هلا لإعدامك. نعم إذا كنا سندخل في باب المقارنة نسميحك عذرا دكتور لإنهاء الحلقة ونعدك بحلقة أخرى نتابع فيها أيضا نفس الموضوع الحاكمية ولنجعل لها الجزء الثالث. بقي أن نشكرك ونشكر طاقم العمل ونشكر أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة. نستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.